أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، أسعد باستضافة سيلياس عاشور القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي. مساء الخير. مرحبا. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. مرحبا بالسي عبد الوهاب قلعي قيادي في حركة البناء الوطني. أهلا. مرحبا بك. ومرحبا بزهية بن عروس القيادية في جبهة الحكم الراشد على المباشر. مرحبا، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء الخير ومرحبا بكم جميعا. مرحبا، أهلا بك حمزة كحال صحفي قناة النهار. مرحبا. مساء الخير زميلي هارون، مساء الخير لضيوفك الكرام. إذن على بركة الله نبدأ الحديث عن الوضع الراهن. كما يعلم الجميع تصريحات سي فنيش قال أكثر من 400 طعن وصلت للمجلس الدستوري. خليني نبدأ معك سي عبد الوهاب، قل لي بصريح العبارة، أنتم في حزبكم من دون شك قدمتوا طعون، فيه تحفظات، فيما تتمثل هذه الطعون؟ كثير من المشاهدين والكثير من الجزائريين حبوا يفهموا ما الذي حدث، هل فيه كواليس، هل فيه أمور حدثت في الانتخابات التشريعية، تحفظاتكم في حركة البناء الوطني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ولن شاكر لقناة النهار على هذه الاستضافة الكريمة، ولضيفك الكريم سيد الياس والصحفي بقناة النهار. ولن في البداية نترحم على الشيخ محفوظ محناح رحمة الله عليه التي تمر ذكراه 19 البارحة. هذا الرجل الذي كان يقول جزائر الجميع يبنيها الجميع، الذي كان يقول نبني الجزائر بالحب والتعاون وليس بالحب، هو الذي كان يقول جزائر واحدة موحدة، فنترحم عليه رحمة الله، رحمة الله عليه. كذلك في حركة البناء الوطني في هذه الجلسة نندد بالتصريحات التي تمس بالمرجعيات الوطنية ورموز الأمة الجزائرية، أين في أصبح الأمير عبد القادر رمز المقاومة وجبل من جبال المقاومة الجزائرية يخون، وكذلك الرئيس الراحل هواري بومدين. فنحن في حركة البناء الوطني نندد بمثل هذه التصريحات. طيب والذين افتحت هذا القوس، ونتأسف الذين فشلوا في صناعة الحاضر ويأسوا من صناعة مستقبل الجزائر، يعودون للماضي ليحاسبونا ويعاتبونا ويخوننا الموتى. طيب بالنسبة للطعون، حركة البناء الوطني قدمت للمجلس الدستوري بعد إعلان النتائج أكثر من 15 طعنا من 15 ولاية. طبعا هذه الطعون يعني حسب المحامين اللجنة القانونية التي أعدتها وبعض الخبراء اللي عدتها الحركة، طبعا هي مؤسسة بناء على محاضر رسمية جمعناها من الولايات. طبعا أكيد الانتخابات التشريعية على مستوى الوطني ما فيهش طعن في العملية السياسية، وإنما هناك طعن في الجانب التقني للعملية التي حدثت. مثلا أعطينا أمثلة بالضبط حسب مثلا في عدة ولايات في عملية جمع المحاضر البلدية وجدنا أن هناك فرق كبير بين المحاضر البلدية والمحاضر التي سلمت لنا من السلطة أو المندوبية الولائية المستقلة للانتخابات. في ولاية بشار فرق ألف صوت، كان من المفروض في ولاية بشار أننا ندخل وحدنا العتبة ونأخذ كل المقاعد. وفي رأيكم أين يكمن هذا الخلل؟ هذا الخلل وقع على مستوى السلطة الولائية، على مستوى السلطة الولائية لولاية بشار في عملية جمع الأرقام وجمع المحاضر. فالمحاضر التي عندنا من طرف مختلف البلديات جمعها يقول أن الحركة تحصلت على 2000 صوت، لكن المحضر الولائي يقول 1000. فرجعنا وقدمنا الملف وبالأرقام، وربما ستصحح، ونحن ننتظر إن شاء الله أن ولنا كل الثقة في المجلس الدستوري. طيب أن يعيد حقنا. نحن المقاعد التي أخذناها مقاعد حلال، ونحن ننتظر إن شاء الله من 15 ولاية أن على الأقل ننتظر في 20 مقعد أخرى إن شاء الله، بناء على المعطيات التي جمعناها والمحاضر التي سلمت، وكذلك جيد اللجنة التقنية. جيد سي إلياس عاشور، نفس التساؤل أنتم كذلك في التجمع الوطني الديمقراطي، حسب ما ذكر الأمين العام للتجمع الوطني بدون شك عندكم طعون قدمتوها. نعم، احنا قدمنا 11 طعن فيما يخص الجانب التقني. كاين تحفظات في تسيير يوم الانتخاب، كانت بعض تدخلات في السلطه تاع بعض رؤساء البلديات مباشره في العمليه الانتخابيه، كنا طعون عليها. هذه اسمها كنا
كانت عملنا طعونات طعون مستهدفة. تعتقد أن هالتدخلات رؤساء البلديات مؤثرة في تحديد النتيجة؟ نعم، احنا نعرفوا بلي رئيس بلدية يكون عنده قريب أو يمكن أثر عن طريق العمال، يمكن أثر عن طريق أخرى. نعرفوا بلي مرقة الانتخابات كانت عملت مندوبين، مندوبين كانوا مخصوصين خبرة لازمة في تسهيل العملية في طريقة الحساب، ما كانش سمناهم هذا المندوبين أغلبهم ما كانش عندهم حتى دليل في طريقة الفرز. كنا حضرنا عدة مراكز ولا، وكان هذا المشكلة راهو مشكل وطني. احنا منا بالسلطة تدارك هذا 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 النقائص والأخطاء في الانتخابات القادمة. احنا كنا سمعنا السيد فنيش لقى كاين 400 طعنك وكان حوره، كاين بعض الاشخاص اللي باقي طعنوا فينا، احنا كاين اللي باقي طعنوا في التجمع الوطني الديمقراطي. احنا نتمنى بلي المجلس الدستوري ياخذ كل التحفظات هذه بعين الاعتبار وكل واحد يدي حقه. احنا هذا واش نقولوا ف طيب. كذلك السيده زاهية بن عروس قياديه في جبهه الحكم الراشد هي معنا كذلك على المباشر. شك او ممكن انه يكون حزبهم قدم طعون وله تحفظات في النتائج الأولية، تفضلي. يزيد فضلك أخ هارون. نعم. إذن أريد أن أجدد تحية لكم ولكل عمال وعاملات قناة النهار وأيضا المتتبعي مشاهدي ومشاهدات قناة النهار في هذا البرنامج شارع السياسة. طبعا نحن في جبهة الحكم الراشد كبقية الأحزاب، خاصة أن حزبنا حزب فتي وحزب جديد تم إقصاؤه في مرات عديدة في السنوات الأخيرة، لكن الحمد لله اليوم نحن مرتاحون وراضون مهما يكون بنتيجة هذا الاقتراع وهذه الانتخابات التشريعية 12 جوان. لقد فزنا بثلاث مقاعد، وهذا طبعا بالنظر لأقول ما أفرزه الصندوق. نحن نؤمن بأن هناك سوق وهناك انتخابات طبعا. كما قلت هناك بعض الطعون سجلناها لأنه فيه سجلنا مثل بقية الأحزاب الأخرى أنه ربما الظاهرة التي سجلناها على مستوانا وهي تكاد تكون عامة أنه محاضر الفرز في نهاية العملية الانتخابية أننا لم نمكن، لم يتم تمكين مراقبينا ومراقباتنا عبر مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع من الاستحواذ أو من تمكيننا من هذه المحاضر. إذن محاضر غائبة. بالنظر للمحاضر التي هناك مقارنة بين الأرقام مسجلة على مستوى المكاتب ثم على مستوى السلطة الإلهية، في بعض الأرقام تم طبعا تغيرت هذه الأرقام، ونحن واثقون عن ثقة كبيرة في المجلس الدستوري بقيادة السيد فنيش الذي طبعا راسلنا وكتبنا وطعننا في هذا الموضوع. تتوقعون استرداد مقاعد أخرى؟ ننتظر أن يكون فيها رد. نعم، تتوقعون استرداد مقاعد لصالحكم عن طريق هذه الطعون اللي تقدمتوا بها؟ والله بكل صراحة أخي هارون، نحن فزنا بثلاث مقاعد وكنا يعني طموحنا، وحتى يعني الدراسة التي قمنا بها حتى من ناحية الواقع اللي عشناه من خلال إقبال وقبول مرشحين ومرشحاتنا في قوائمنا عبر كل ربوع ولاية الوطن وحتى في الجالية، كنا يعني ننتظر على الأقل 17 مقعد في البرلمان الجديد، لكن الحمد لله نحن مهما يكون راضون بالنتيجة. طيب، هذه بداية، لسنا نحن نراضون وهذه بداية، وما زال المسار وما زالت المسيرة طويلة إن شاء الله لاسترجاع واسترجاع المصداقية. جيد. لأنه الظاهرة الآن هارون أن الوعاء الانتخابي لم يتغير بعد، هو الوعاء التقليدي، لذا حصدنا نحن كحزب صغير فتي حصدنا مع أمر منطقي. الأحزاب التقليدية. طيب، التي تقال عنها تقليدية، يعني حصدنا معهم ثلاث مقاعد، فهذا لا بأس. حمزة، دائما فيما يخص طعون وهذه الحالة الترقب. نعم، ربما سأتوجه بنفس السؤال، ربما عندما يتكلم رئيس مجلس الدستوري حول 400 طعن تقريبا، خليني نقول كل الأحزاب شكات من بعد، من على الأقل إلى حد الآن يعني من مبدأ يعني خليني نقول وحدي صفي النية يقول هي تجاوزات، مازال ما فصلش فيها المجلس الدستوري. كل هذه الأمور ما تشوفش أنه كانت متوقعة بالنظر للانطلاقة اللي كانت، الانطلاقة اللي كان فيها تردد تخبط في القرارات من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حتى أنه في بعض الأحيان تجاوزتها الأحداث.
أن الإنسان هو أنك ارتباك في عملية تسيير العملية الانتخابية انطلاقا من الترشيحات من طرف يعني المندوبيات الولائية. أنا لا أقول السلطة الوطنية، نحن لمسنا إلا صدق من طرف يعني السيد محمد شرفي والسلطة الوطنية، ولكن فروعها في الولايات يعني ارتباك كبير. أنا لا أعتقد أن الأستاذ جامعي لم يمارس عملية انتخابية وكذا يعرف حقه يروح، لا علاقة لهم بالعملية الانتخابية ولا مسناهم. مندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة لانتخابات ولاية البرج يكتب إعلان ويسجله في مدخل المندوبية: لا أسلم محاضر الفرز. وأنا أساند الأستاذة زهية في هذا الموضوع، رفض تسليم المحاضر رغم أن هناك لقاءات رسمية عقدت بين الأحزاب وممثل السلطة الوطنية المستقلة، وتم الاتفاق على أنه يسلم المحضر في المكتب، مكتب الفرز على مستوى، وكذلك في اللجنة الانتخابية البلدية وفي اللجنة الانتخابية الولاية لكل الأحزاب، لأنه حق طبيعي. الآن كثير من الولايات لم نستطع فيها تقديم طعون، لماذا؟ لأنه ليس لنا محاضر في ولاية البرج. أعطيتك مثال، عندنا بعض الولايات لم نتحصل ليومنا هذا على المحاضر الولائية. لذلك فتكوين، وأنا نضيف كلام للزميل، أن فروع المندوبية الولائية يعني ويحتاجوا إلى تدريب ويحتاجوا تكوين. اثنين، نمط القانون الجديد في عملية العملية الانتخابية والطريقة والنمط الجديد، القائمة المفتوحة إلى غدك، يحتاج يعني. وجدنا في بعض هنا في العاصمة وجدنا في بعض المراكز التصويت أن هناك من هو رئيس مكتب أو رئيس مركز لا يعرف كيف يملأ المحضر، وسلمت المحاضر بعض المراكز هنا في العاصمة لممثل الأحزاب لملئها. هذا يدل لا يعرفون، لا يجهلون، جابوا عمال نظافة، جابوا عمال عاديين في البلدية، هم من سهروا على بعض. أنا لا ولا أقول في كل ولايات، ولكن هذه عينة لمسناها في عدة ولايات. لذلك التجاوزات التي هي تجاوز تقنية، نحن لا نطعن في العملية السياسية أكيد، نحن هذا قانون جديد، تجربة، نمط الانتخابي الآن لموجود، احنا كأحزاب سياسية وكنا نحتاجه مع المناضلين. اثنين، بالنسبة للمواعيد اللي حددتها السلطة في كل مراحلها الانتخابية، ابتداء من الترشيحات، من الحملة الانتخابية، كل يعني فيها ارتباك، يحدوا موعد اليوم ثم بعد يومين ثلاثة يقول لك تغير الموعد. ولذلك يعني هذا الارتباك أثر فعلا على العملية الانتخابية في النهاية. وأصبحت يعني، وهي أمور تقنية. نعطيك مثلا أكبر الأخطاء هي عملية تقنية، عملية حسابية. الآن في بعض الولايات وردنا تلقى رقم في مركز 560 صوت، الداخل كي تروح للعملية لن تجده، بل تجد محاضر فارغة، وأحيانا يعتمدون على التأشير. مثلا كاين 500 صوت ولكن التأشير كاين 1000، يعني عملية لا يمكن الحساب. نحن نتمنى إن شاء الله أن كل هذه الأخطاء وهذه التجاوزات يجب تدارك في قدم المواعيد. سيدي أصبح عطفا على كلام الأستاذ، الآن في الأخير يعني القانون واضح، ولكن هناك سوء، خلينا نقول سوء قراءة للقانون، خاصة أنه كان قانون الانتخابات يعني غير كما عدل وغير كما صدر في الجريدة الرسمية، بالتالي خلينا نقول ما كانتش حملة اتصالية وتسويقية خلينا نقول كافية باش على الأقل نوصل إلى نتيجة إلى انتخابات، خلينا ما نقولش على الأقل صافية 100%، ولكن أقل من هذا الشيء. كنا نتوقع سقف التوقعات كانت خلينا نقول شوية مرتفع. إحنا لا كنا نتوقعها هذه، بس شفنا أمام كان قاموا بتغييرات في المندوب البلدي، قاموا في كان طعون من الأحزاب بيناتها في رؤساء المراكز، هذا اللي خلى الناس ما عندهاش الخبرة اللازمة. كان الناس يجي باش يأخذ أجر اليومي فقط بدون تكوين، أنت باش تجمع الناس في لونفي ودير لهم تكوين بسيط، ياخذ لازم التكوين ياخذ المده تاعو، يكون عنده دليل، يكون عنده كاين خبراء، لازم احنا كاع عندنا بلديات كان بلديات جبليه، كان بلديات بعيده، احنا نعرف الاحزاب والقوائم الحره اغلبهم ما عندناش امكانيات، احنا كحزب بقائمه حره بقى عنده امكانيات علينا، كان مساعده تاع في الانتخابات هذه ما نقدوش نغطيه وما مبنوا رقبين. تكلمنا في مجلس عدد الحاضر، تروح رئيس المركز تقول ما عنديش فوتوكوبي، ما عنديش العدد اللازم باش نسلم لكل تشكيلات سياسيه. احنا كنا 36 قائمه في البوليده، وكل ولايات كان في عدد كم كبير من القوائم، ما دارتش الناس ما طلعوش، وكان على الضغط عليهم لازم ينقل الصندوق للمركز البلديه،
كان كاين ضغط وحسينا كان كاين ارتباك. حنا هذه اللي قلنا لكم حنا المشكل راهو التقني، مشكل حسابات، تكوين، تكوين بعض الاحيان. حنا نتمنى بهذا الطعون كل واحد كما قلنا حنا نراجعوا الاخطاء هذه وتكون خبره في العمليه السياسيه وخبره كثيرة في القائمة المفتوحة للناس ما عندهاش خبرة كبيرة فيها، ما مع الملغات، كاين اللي يكون الورقة الفارغة يحسبوا صوت لكل المترشحين، وكاين بعض المراكز حسبوها للحزب وما حسبوهاش المترشحين، لهذا حيخلي المترشح ما يديش حقه. طيب دعني أسأل كذلك، تفضل باختصار. نعم. بالنسبة لقضية غياب ما يلاحظ الآن في الانتخابات الشرعية، غياب المراقبين على مكاتب التصويت، لماذا؟ لان في سوء فهم لعمليه القرعه على مستوى، رغم انه فيه كان لقاء يعني وكان توجيه من طرف السلطه على اساس ان تكامل بين الاحزاب، يعني تكامل الاحزاب او الاحزاب التي تجرى عليها القرعه هي الاحزاب التي تقدم قوائم المراقبين فقط. يكون معنى كثير يعني من المندوبيات رفضوا رغم التوجيهات الواضحه من طرف السلطه والمسناها وتواصلنا معهم وداروا توجيهات، لكن على مستوى المندوبيه باش يديروا يحكم. قال عندي 34 قائمه، 35 قائمه، ندير القرعة 35 قائمة سواء كانت حاضرة أو غائبة، يدي الرقم وقال ندي 200 مراقب، لكن في الميدان ما كانش 200 مراقب. طيب كل هذا صرف سلبية تقنية، النقطة هذه مهمة تقنية يجب مراجعتها. نوردين هذا نكمل أخي هارون، نكمل هذه النقطة. رغم أن العملية بسيطة يعني تقدم الحزب اللي يقدم قائمة مراقبين وحاب يرغب، أقصينا كحركة حركة البناء الوطني في الرقابة أكثر من 40% من المكاتب بسبب هذه القرعة، لأن الأحزاب الأخرى لم تقدم ونحن قدمنا قوائم، بدليل أن الولايات بعض المندوبيات رقبنا 100%، عندنا بعض الولايات رقبنا أعلاه لأن مندوب السلطة تفهم الرقابة. ممتاز جيد. ونحرم في كثير من المكاتب طيب بحجة القرعة. سأسأل كذلك الأستاذة زهية بن عروس القيادية في جبهة الحكم الراشد فيما يخص هذه المتابعات القضائية وتحرك النيابة في حق عدد من الأشخاص اللي كانوا مشاركين على العملية الانتخابية في تبسة، في المسيلة، أعتقد في بسكرة كذلك، في عدد من المناطق، تعتبرونه أمر بين قوسين يعني يطعن في العملية الانتخابية أم أنه أمر إيجابي هذه المرة نشوفوا مثل هذه الملاحقات القضائية في حق هؤلاء؟ والله تفضلي أستاذة زهية. والله شكرا. والله صراحة أخي هارون كأنه اليوم يعني أول مرة نديروا انتخابات وأول مرة تكون فيها طعون وكذا. أنا باعتقادي يعني من كل بكل تواضع في جبهة حكم الراشد أنه كان من الأجدر أيضا أن نثمن وأن نتحدث من باب يعني الانتقاد الإيجابي، أننا هذا التشالنج، هذا التحدي الكبير وبهذا يعني في هذا الظرف بالذات، هذا ايضا يعتبر تحدي لابد ان نثمنه ولابد ان نعطي له اعتباره، يعني انه الانتقال الديمقراطي الذي وعد به رئيس الجمهوريه ونحن منذ الوهله الاولى قلنا نرافق ونشارك ولسنا لا ندعم فقط، لسنا من المدعمين كما كان في السابق، موالات وموالات، ولا لابد ان نثمن هذا الجهد، لان السلطه المستقله خاصة بالانتخابات هي أول تجربة فاتية أيضا أقل من سنة، يعني نظمت استفتاء رئاسيات استفتاء كذا. إذن نحن كلنا على هذا الطريق ونحن في شارع السياسة، لابد أن نتحمل مسؤولياتنا كلنا، كلنا كجزائريين، كلنا مواطنين، كلنا كأحزاب، كأحرار، جمعيات، كمجتمع مدني، لابد أن نواصل هذه المهمة وهي بناء الجزائر الجديدة، الجزائر التي نؤمن بها جميعا، لابد أن تكون تتغير. يجب أن يتم مراجعة كل هذه الأخطاء التقنية وهذه التحفظات التي وضعها ممثل الأحزاب، يجب مراجعتها من دون شك في الانتخابات على الأقل المحلية المقبلة. لابد وأعتقد هارون، أعتقد أنا شخصيا أنه ربما البرلمان القادم يعني الجديد هذا الذي نهنئ كل الذين فازوا بمقاعدهم هناك، كل الأحزاب وكل التشكيلات، أنه ربما الورشة الأولى سيكون تعديل قانون الانتخابات. إذن المجال مازال مفتوح، كل الأخطاء لابد أن نستحوذها، يعني نضعها في مكانها ونعيد النظر ونقيم ما كان من العملية. الأخطاء التقنية هذا يعني شيء مسلم به وكلنا يعني نعلم أنه
تجربة السلطة وأيضا تدريب الأخوة في الحاضرين في البلاتو. طبعا أنا أشجع أنه لابد أن تكون هناك يعني مراحل التكوين والمراحل التدريب هذه سواء المراقبين سواء المشرفين على مكاتب الاقتراع على مراكز الاقتراع، لأنها عملية جد معقدة وجد طيب. صعبة. إذن أنا من هذا الباب أردت أن أقول أن لندع الأخطاء ولندع التجاوزات إن كانت هناك تجاوزات بالبيان وبالبرهان، يعني هناك تظلم هناك طعون، ندع المجلس الدستوري كهيئة مستقلة جيد. وفي يعني يخص دستورية أنها تعطي فيما يخص الذين حق حقه، فيما يخص الذين توبعوا هم مشتبه فيهم في يعني عملية تزوير في عدد من المناطق، هنا العدالة لابد أن تأخذ مجراها. هذا الأمر يعني العقاب يعني بالقانون الذين يعني زوروا أو أرادوا المساس بهذه العملية، لأنها هي عملية يعني من ترجع شرعية المؤسسات الدستورية، هذه جريمة يعني لابد أن لنا نغفل عنها. فلكل الذين تجاوزوا وأرادوا المساس بهذه العملية يعني والضرب هذه العملية القانون يأخذ مجراه. ممتاز. طيب. نحن يعني ثقتنا كبيرة في العدالة الجزائرية وفي المجلس الدستوري. سي عبد الوهاب قلعي، خارطة سياسية البعض قال أنها معتادة، نفس الأحزاب التي كانت تستحوذ على المقاعد ولو بتفاوت في عدد من المقاعد، استثناء الآن عندنا الأحرار وبعض من الأحزاب الفتية اللي طلعت من بين حزبكم حركة البناء اللي كان في تكتل في التشريعية 2017، الآن في وحده حصد هذا العدد من المقاعد. قراءتك لخارطة سياسية اللي أفرزتها نتائج الأولية منتظرة، البعض كان ينتظر في مفاجآت لكن لم تتحقق هذه المفاجآت. أولا اللي فاز في الانتخابات نقول له فاز بالانتخابات بمقاعد حلال لابد أن نبارك له، ونحن دخلنا لعبة سياسية ويجب أن نقبل بمخرجاتها مهما كانت، وهذه هذا يعني من أخلاقيات الديمقراطية وأخلاقيات العمل السياسي، أن لما تدخل العمل اللعبة سياسية أنه يجب أن تقبل بكل يعني نقائصها وتجاوزاتها وتقبل بيعني مخرجاتها. بالنسبة لحركة البناء الوطني، أولا هي حركة فتية، حركة انطلقت عندها حوالي 6 سنوات، كان عندها عندها 6 مقاعد في البرلمان، فأصبحت ب 41 مقعد وليس 40 مقعد، لنا مقعد آخر في منطقة تونس والمغرب والعالم العربي وأفريقيا. وإن شاء الله لنا ننتظر إن شاء الله، وثقتنا كاملة في المجلس الدستوري أننا إن شاء الله تعاد هذه المقاعد الحلال، نحن نريد مقاعد الحلال اللي أعطاه ربي بالحلال. أنتم كنتم تتوقعون هذا النتيجة؟ نعم. كنتم تتوقعون على الأقل أنكم تحصدوا على 41 مقعد، أم أنه كان في أمالكم وطموحاتكم أكثر؟ أكيد أي حزب له طموحات وله مستهدفات، ونحن استطرنا المحدود، احنا نقول لنا حققنا جزء من مستهدفاتنا، ولكن لا نطعن في العمليه السياسيه، لا نطعن في العمليه الانتخابيه، وانما نقول ان هناك تجاوزات حقيقيه حدثت في الميدان، اولا بسبب هذا النمط الجديد، كذلك بالسبب الثاني وهو نحن نعتقد ان ايدي العصابه، ونحن نعتقد كذلك ان اذيال العصابه ما زالت في كثير من الولايات تريد ان تخلط العملية السياسية وأن لا تجعل الجزائر تمضي إلى الأمام. بالنسبة برك نتكلم على الجرائم الانتخابية، الشيء الجديد في القانون لازم نثمنوه، وهو أن الآن في قانون الانتخابات فيه شيء جديد، وهو أن اللي يلعب بالعملية الانتخابية أو يمس بمصداقية العملية الانتخابية، وهو أنه في عقوبة من يعني من 6 أشهر إلى تصل إلى 5 سنوات، يعني فيه باب خاص يسموه جرائم الانتخابية، هذا شيء جديد في العملية الانتخابية. بالنسبة للخارطة السياسية، أكيد أخي هارون الخارطة السياسية لحزبها ما كانش مفاجأة بالنسبة لكم؟ بالنسبة لنا احنا ليس مفاجئة كثيرا. لماذا؟ لأن الذي يصوت في الميدان ولا الذي لعب دورا في الميدان هي الأحزاب اللي عندها قواعد من المنتخبين. الحزب اللي عنده 4000 إلى 5000 منتخب، وكاين اللي عنده 3000، وكاين اللي عنده ألف منتخب، نحن لا نملك إلا 4 بلديات. لكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي كاين أحزاب نشط كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يعتقد أنه هذه الأحزاب هي فتية أنها تأخذ مقاعد خارج صفر.
ما قال أن التواصل الاجتماعي وهذه هو لا يعبر عن واقع العملية الانتخابية. وسمعني في السنوات الماضية في الرئاسيات من كان يقول أن 3 ملايين متابع وفي الميدان لم يجمع أما 5000 أو 6000 توقيع. فالمحيط الأزرق في الجزائر أو في العالم لا يعبر حق لا يقاس يعني بصورة الميدان. العملية الانتخابية هي ممارسة ميدانية، هي تواصل مباشر مع المواطنين، هي عمل جواري، هي احتكاك. من يحتك مع المواطنين؟ إذن هذه الخارطة معبرة عن واقع انتخابي. لذلك كانت لذلك احنا من هذا البلاطون نتمنى ان شاء الله ان يكون استدعاء الهيئة الناخبة في اقرب الاجال. لماذا؟ لان هذا المنتخب لعبوا دورا كثيرا في العمليات الانتخابية في سواء في التشريعيات او حتى في الرئاسة الماضية. لذلك في الرئاسة الماضية كنا ندعو ان تحل المجالس المنتخبة عليه به تكون عملية الممارسة او الدخول المنافسة السياسية يكون اكتاب المساواة. طيب. انت عندك 4000 منتخب يعني عندك 400 الى 600 بلدية. إذن هاي 600 بلدية تحتك، قداش نعامل، قداش موظف تحت رئيس البلدية، وكل هذا يحدد نتائج الانتخابات في الجزائر. هذا خلال المنافسة. ورغم ذلك حركة البناء الوطني بعد فتحها للقوائم المختلفة لهذا الشعب واحتضن هذا الشعب، الحمد لله يعني قدرنا نكون يعني من الكتل الفاعلة الآن في صناعة السياسي في الجزائر. نفس التساؤل قراءة عبد لكم من جديد مشاهدينا في كل مكان. كنا نتحدث قبل الفاصل وأذان صلاة العشاء عن الخارطة السياسية التي أفرزتها تشريعيات 12 جوان. إلى السيدة زهية بن عروس القيادية في جبهة الحكم الراشد، هي معنا على المباشر. دائما الحديث عن الخارطة السياسية، أنتم في جبهة الحكم الراشد كنتم تعتقدون أن التشريعيات ستفرز هذه النتائج، الأحزاب القوية والأحزاب العتيدة هي التي تكون في المقدمة بهذه الصورة، أم أنه كانت عندكم حسابات أخرى وظهرت نتائج أخرى؟ والله كانت لنا طبعا طموحات حسابات أخرى بالنسبة لجبهة الحكم الراشد. أننا نحصد على الأقل 17 مقعد، هذا قلته هو أكرره، لأننا بحكم أننا متواجدين بكل مصداقية وبكل يعني موضوعية في العديد من الولايات وحتى في الجالية، لكن يكفينا أنه 3 مقاعد التي حزنا عليها في هذه التشريعيات أنها من خلال هذه 3 مقاعد نكون قد سجلنا يعني انخراطنا الرسمي في ممارسة السلطة السياسية الفعلية على، وهذا عبر بوابة السلطة التشريعية، شيء يعني نعتبره ونتمنى أيضا أن نحوز في الأشواط أو في المراحل القادمة على في خلال المحليات والولايات إن شاء الله تكون عندنا نصيب أكبر. بالنسبة للوعاء الانتخابي أعود وأؤكد أن نسبة المشاركة التي أعلن عنها السيد رئيس السلطة محمد شرفي يعني المعدل المشاركة 30%، وبعدها نسبة المشاركة يعني بالأرقام لم تتعدى 23.03%. أعتقد هذا يعني جليا، يبدو جليا أنها الوعاء القديم يعني الوعاء التقليدي الذي يعني يسيطر عليه الأحزاب اللي هي موجودة أساسا في المجالس المنتخبة المحلية والولاية. فإذا ما كانش طبعا احنا كان بدنا ويعني طموحنا اكبر انه لما تكون نسبة المشاركة اوسع، وهذا يدعونا اننا نطمع في ال 75% المتبقية الأغلبية الصامتة، هذه التي تهمنا. يعني صدقني يا أخ هارون، لو كان نعود نفس العملية ربما على شهر شهرين نفس راح نسقط ونطيح في نفس يعني النسبة، لأنها تبقى دائما نسبة تعود إلى الوعاء القديم، الوعاء التقليدي تاع الأفلان والأغندي وما إلى ذلك. الانتخابات جرت يعني بأيادي المناضلين وعائلاتهم فقط، وتحدثوا عن فئة صامتة، الأغلبية من فئة صامتة من الشعب التي لم تتوجه إلى صناديق الاقتراع، هذا هو المشكل. والله لا عيب في أن يشاركنا أو العائلة تشارك. نحن في جبهة الحكم الراشد نعتبر نفسنا عائلة جبهة الحكم الراشد، لا عيب في ذلك، لا حرج. المهم أن يكون مناضل حقيقي والأرقام تكون حقيقية. اليوم سلطة المستقلة أعطتنا أرقام حقيقية، لابد أن يعني من نهابش من الحقيقة أنها أرقام لم تكن مضخمة، لم تكن فيها تزوير، أعطتنا أرقام حقيقية نقبل بذلك. المهم أن تكون من هنا فصاعدا المشاركة
الآن المسؤولية مسؤولية الجميع، أحزاب طيب. طبقة سياسية مستقلين أحرار وأيضا مجتمع الكبير المواطنين، أننا ندلي بأصواتنا، لأننا كلما أدليت أنا بصوتي وأنت أدليت بصوتك تعطي يعني تضيع فرصة للآخرين الذين سيزورون. إذن أنا نظن أن الأرقام اليوم حقيقية، ولابد أن يعني نعطي اعتبار ونقيم بطريقة إيجابية العملية الانتخابية، ونتمنى طبعا دائما المزيد في أن نكسب الثقة والمصداقية هذه التي ضيعناها. لقد قمنا بأخلقت يعني إحنا في جبهة الحكم الراشد ممتاز. كانت سأعود إليك جد مسؤولة موضوعية فقط. وأيضا نقية سأعود إليك مرة أخرى. نعم سأعود نعم. إليك مرة أخرى أمنح كذلك شكرا. المجال للضيوف في البلاطو. حمزة تفضل. حمزة فيما يخص دائما هذه الخارطة السياسية الجديدة. نعم نعم زميلي هارون، ربما سؤال للسي الياس وسي عبد الوهاب. في الأخير يعني عندما تكون عندك نفس الكتلة الناخبة بنفس القناعات ونفس الخيارات السياسية يعني اللي تتبناها، في الأخير أكيد احنا وصلوا لنفس النتائج، وهذا واش كانت تتكلم عليه الأستاذة زايا، يعني نفس الشروط ونفس المعطيات حطاتك في الأخير نفس النتائج. هل كان هناك سوء تقدير من طرف بعض الأحزاب خلينا ما عدا الأرندي والأفلان، لأنه على الأقل هما كانوا خارج هذه التوقعات، لأنه هما كانوا يشوفوا روحهم يعني خارج هذه التوقعات بالنسبة لكم الأحزاب، يعني مثلا كان عندكم سوء تقدير للموقف أنه راهنتوا كثير على خلينا نقول الشعب الجزائري، وعلى خاصة مخلفات الحراك على موقف جزائري؟ بارك الله فيك. أولا نسبة المشاركة أثرت في عملية التغيير، أي شعب يريد أن يغير يخرج للتصويت، لكن للأسف الشديد ما لاحظناه أن عملية استرجاع الثقة ما زالت تحتاج إلى وقت، محتاج إلى طمأنة الشارع الجزائري والشعب الجزائري أن العملية الانتخابية فيها أمل نحو التغيير، الأمل نحو التغيير نحو الأحسن، ما زالت هذه العملية. ونظن ما صار نسبة المشاركة هو أو المشاركة السياسية بالنسبة للشعب الجزائري ما زالت تحتاج إلى وقت ومراجعات، وكذلك تحتاج إلى ثقة، لأنه لا يمكن أن يعني عملية تصويرك منذ 20 سنة كان يزور كذا تقول له أنت خلاص الآن رأي العملية الانتخابية نظيفها ويدخل في العملية الانتخابية. إذن هذه جزء من العمل. النقطة الثانية هو بالنسبة للأحرار، لأنه ذكرت الأحرار وما كانش فيها ربما أنت. الأحرار كان لهم دور في العملية الانتخابية، أولا من الجانب الإرادة السياسية أن يعني يكون القوائم الحرة يكون عندها دور في المجتمع المدني ويكون عندها دور كذلك في الفعل السياسي. اثنين، تمويل الشباب الأحرار في كثير من القوائم أدى كثير من يعني من الشباب يتوجهوا نحو إعداد قوائم، بل احنا لم نراهم في الأيام الأولى إلا بعد ما على تمويل الحملات بدنا نشوفوا المقرات تظهر. شوف بأنه الرهان على الأحرار نجح من طرف السلطة السياسية في الجزائر. والله هنا لا، الأحرار لا يبنون يعني برنامج انتخابي موحد ولا يشكلون حكومة، وبحث الآن في الديمقراطيات في الدول إيش أحرار يبنوا الدول، اللي يبني الدولة ويبني مؤسساتها هم الأحزاب السياسية ببرامجها. الآن انت رحم والديك تطلع 170 نائب، اللي جايك من تبسة واللي جايك من تيزي وزو واللي جايك من تيارت، وكل واحد انطلق من برنامج وكذاك وش من برنامج دير معه. فبناء الدول تبنى على أساس برامج حقيقية للأحزاب. بالنسبة نكمل في الخارطة السياسية، كذلك بالنسبة له ظهور الأحرار، هناك عملية ممنهجة منذ 20 سنة وهو تجريم وتسحير الحزب السياسية وكذلك إضعافها، وكأن الذي يدخل الحزب تشويها وتشويها من أطراف كثيرة. بالنسبة هناك قاعدة أساسية في الخارطة في الجزائر، أول خارطة سياسية في أي دولة في العالم، من يبني الخارطة السياسية؟ هم المنتخبين. الحزب اللي عنده قواعد منتخبين، قواعد العملية الانتخابية هم المنتخبين.
نعطيك امثله واقعيه واضحه. من يملك هذه القواعد المحليه يفوز دور المنتخب. دور المنتخب في كل المراحل في التوقيعات. التوقيع من يتبع المواطن يتبع المنتخب التوقيعات كذلك في إدارة الحملة الانتخابية وكذلك في التأطير العمل الانتخابي. ربما سيرياس في هذه القضية بالذات لأفنا نجح ربما أكثر في الاستفادة من المنتخبين من كان نشوفه في الآخر. أنا أعطيت مثال العاصمة وربما حتى بلدها. إحنا كان بعض الناس كان تشويه الأحزاب. كان الناس كانت عندها عقدة باش ترشح باسم أرندي ولو أزم حزب. كان منتخبين انتخابات كانوا منتخبين في أحزاب وراهو أحرار. الناس حجر يفهمها باللي هذا الأحرار ما مش أحرار. راهم حقيقة كانوا في حزب سياسي وغيروا اللي بورتينيزم بوليتيك خلاهم يفهمهم. راه القائمة حرة باش ينحي العقد العقدة تاع احنا كتجمع ديمقراطي ما عندنا حتى عقدة. كنا تجمع ديمقراطي الآن أنا في مسار جديد وما عندنا حتى عقدة. درنا الحملة الانتخابية نشطناها ما كناش بعاد على العتبة في عدة ولايات ما كانش عندنا نتائج كارثية. كي شفت بلدية 4800 منتخب عليك يسمق 200-300 صوت على العتبة ما كناش بعد. يسمى هذا تصحيح الصورة وتصحيح الأخطاء. ويمكن بعض المنتخبين اللي احنا نقول لهم انسحبوا كان بعض المنتخبين اللي كانوا منتخبين وطنيين اللي عملوا كونتر الحزب احنا نقول لهم ويحوز يدي مناصب ومكاسب داخل الحزب ويمشي في قائمة ضد الحزب. احنا نقولوا هذو ما ربي سامحهم وماذا بين قيادة وطنية تأخذ لعن الاعتبار هذا الناس اللي عملوا كونتر الحزب في مرحلة حساسة كما هذه. هذا ماذا بيا احنا يكون الناس كما هذون نعملوهم بالمثل يتم إقصاءهم وحيادهم من الحزب بتاعنا. طيب انتهت الفرصة وأستاذة زهية بن عروس كذلك هي معنا على المباشر الحديث عن انحصار الواضح في نصيب المرأة في البرلمان الجزائري. هذا الكثيرون كانوا يتوقعوا هذا الأمر بالنظر لما جاء فيه القانون الانتخابات الجديد. أستاذة زهية بن عروس في رأيك أي انعكاسات لهذا الأمر؟ عدد النساء في البرلمان الجزائري أو في المجلس الشعبي الوطني الجزائري على الأقل النتائج أولية لحد الآن أعتقد 34 مقعد هكذا 34 مقعد لحد الآن. أي انعكاسات لهذا الأمر في رأيك؟ أنا نظن أخي هارون أنه هذه نتيجة مباشرة للقائمة الحرة. هذه من انعكاسات القانون يعني قانون الانتخابات وبخاصة النقطة هذه التي لأنها القائمة المفتوحة. كل النساء يعني درنا نعم لأنه القانون في الأساس لما جمعنا قمنا بتنظيم القوائم وبتقديم القوائم عند السلطة أنه كان المقرر ومن يعني الشروط الأساسية أن يكون مناصفة يعني رجالا ونساء 50%. ايضا المستوى الجامعي ثلث يعني ثلث القائمه مستوى جامعي. لكن الانعكاس الذي لم ربما هذا نستدركه فيما ربما في الايام القادمه ولا في السنوات القادمه انه قديما كنا نعمل بنظام الكوتا الحصص انه لانه كانت المراه مغيبه تماما على المجالس المنتخبه وخاصه البرلمان. والان عدنا الى كانه بنا عدنا الى نقطه الصفر. كنا في اواخر التسعينيات القرن الماضي المراه لا تمثل في البرلمان بغرفتي الا نسبه 7-8%. وعدنا وسقطنا في هذه المره الى هذه النسبه ل 34 مقعد بالنسبه لل 407 يعني انه تمثل 8% لا تتجاوز 8%. اذا هذا لماذا؟ لانه كل النساء او النساء لا يعني بالقائمه المفتوحه مش انه بالضروره ان المراه تصوت للمراه. هذا شيء مؤكد يعني من التجربه فقط. وشيء زميل حمزه عنده تساؤل نراجع يعني تسمعوني انه المراه موجوده في كل مستويات الحياه موجوده في كل مستوى الا في المجال الان السياسي والبرلماني على وجه الخصوص كانه بنا راح نخسر بعض وهذا لا يؤكد انه باللي الاقليه
حتى 34 مقعد 34 امرأة قد يعني يكون صوتهم أعلى من كل أصوات الرجال. جاي طيب واضح. أستاذ زهير بن عروس الجديد. أستاذ زهير بن عروس زميل حمزة فقط أخ هارون سأمنح لك الفرصة أستاذ زهير فقط. نؤمن بالديمقراطية ونؤمن ببناء الجزائر الديمقراطية الحقيقية. أستاذ زهير بن عروس هل تسمعينني؟ فتحنا المجال أمام مع حزب وبعض الأحرار لأن نكون يعني تكون لقاءات مبدئيا لقاءات تشاورية حتى نجد الآلية الصحيحة ونفكر في الآلية التي يمكن من خلالها أن نعمل أو نجد قاعدة عمل مشتركة بالنسبة للعمل البرلماني. جيد أستاذ زهير بن عروس تسمعينني بدون شك. أستاذ زهير بن عروس زميل حمزة كحال عنده تساؤل تفضل. نعم أستاذ زهير بن عروس ما تشوفيش بأنه المشرع الجزائري عندما وضع كوتا سنة 2008 في الدستور 2008 يعني فهم المجتمع الجزائري وما فهمش غير الكتلة الناخبة يعني فهم تركيبة المجتمع الجزائري وهذا الخطأ اللي وقع فيه المشرع لما في يعني نتكلم الشرع الآن نتكلم على لجنة العربة أنه ما تعاطاش سياسيا وما فهمتش المجتمع تركيبة المجتمع الجزائري في قضية أنه نحات الكوتا وفتحت يعني قضية تصويت على المرأة. يعني خلينا ما نقولش أنه مجتمع ذكوري ولكن على الأقل يعني يجد حرج في التصويت على المرأة. أعتقد لم تسمع السؤال سنعود إليها توجه لضيوفنا. نسبة مشاركة المرأة احنا نعرف الجزائر أنا متفتحين على برنامج دولي برنامج إفريقي هذا النظرة السياسية اللي نعرفوا كاين نساء كفاءات كاين نساء اللي عندهم قدرات سياسية لبس بها هذا التراجع يأثر كثير على الصورة على الجزائر في الدول الخارج. احنا كان عندنا مدة 20 يوم كان برلمان المتوسطي اقترح لي تكون مشاركة المرأة مباشرة 30% في برلمان المتوسطي. احنا الجزائر نقولهم ما عندناش منبع 10% نساء هذا لازم مراجعة القانون في أقرب وقت طيب. وإيجاد ميكانيزمات اللازمة في دقيقتين تفضل. ولن بالنسبة باختصار احنا نسجلوا تراجع المرأة في المشاركة في البرلمان. طبعا كان نظام الكوتا ثم جاء قانون جديد وهو القائمة المفتوحة بالتمثيل النسبي. أنا نذكر برك من هذا البلاطو أن رئيس الحركة الأستاذ عبد القادر بن قرينة يعني كم من مرة كان يتكلم على المقترح اللي قدمته الحركة للجنة العربة أثناء إعداد القانون بل وراسلنا رئيس الجمهورية على أن ستكون مشاركة المرأة الجزائرية في البرلمان القادم ستكون ضئيلة وضئيلة جدا. وقدمنا مقترح آنذاك للجنة العربة والمراسلة الموجودة عندي للرئيس ولجنة العربة وهو التمثيل النسبي القائمة المفتوحة بالتمثيل النسبي بالنسبة للقوائم الولائية والتمثيل النسبي للشباب وللمرأة في القائمة الوطنية على أساس أنه 407 مقعد بالنسبة للبرلمان تقسم نسبة 80% تكون في التمثيل الولائي يعني وتتوزع على مستوى الولايات ونسبة 20% توزع على القائمة الوطنية. كل حزب يقدم قائمة وطنية وهذه القائمة فيها الشباب وفيها النساء بالتداول. وقدمنا المقترح لأن كنا نعلم وكنا ندرك أن المجتمع الجزائري مزاد خصوصية المجتمع الجزائري الآن لا يصوت على المرأة. حبينا وكان هذه حقيقة موجودة في المجتمع الجزائري رغم أن المرأة الجزائرية لها لا من قدرة كيف في 97 المرأة اللي وصلت وحتى نائب رئيس من الشعبي وطني وكانت تصدر المواقع وكذا يعني بعد 20 سنة تصبح المرأة يعني ممثلة بكوطة هزيلة داخل لذلك احنا نبهنا والحركة نبهنا لذلك نتمنى إن شاء الله أن يجب استدراك نستدركوا طيب. في المناصب التنفيذية لماذا نركز على نسبة المرأة ومشاركتها فقط إلا في المجلس المنتخب أو في البرلمان بل نعطي قيمة المرأة الحقيقية نعطي لها في الولايات ونعطي لها في الدوائر ونعطي لها في المديريات التنفيذية ونعطي لها في السفارات وفي الوزراء. دعنا نسأل كذلك سنة زهية وهي مرأة ما معنا كذلك أعتقد ما سمعتش التساؤل تاع حمزة كحال. على كل ضيوفي في البلاطو أستاذة زهية بن عروس باختصار فقط أريد جواب في دقيقة. ضيوفي في البلاطو يقولوا أنه انحصار في كتلة المرأة في البرلمان يعني يضر صورة المرأة في الجزائر حتى أنه هذا الأمر غير منصف وما يخليش أنه صوت المرأة يوصل بصورة صحيحة وصورة حقيقية.
لا هي حقيقة هذا ما أفرزته الانتخابات التشريعية، يعني أنه المواطنين أو حتى الذين ينتخبون لا يصوتون بالضرورة للمرأة للنساء. ما أتمنى أنه الآن مدام يعني المؤسسات الجمهورية واسعة وكبيرة وعديدة، هناك الجهاز التنفيذي، هناك السلك القضاء، هناك السلك الدبلوماسي، كل هذه عليها أن تكون يعني القائمين في الدولة الجزائرية وسيد رئيس الجمهورية أن يكون فيه التفاتة حتى نعوض هذا الفراغ الذي سيكون على مستوى البرلمان، لأنه حتى الغرفة الثانية مجلس الأمة لا توجد هناك نساء يعني بالعدد الكافي. إذن طيب. علينا أن نعوض هذا النقص، لأنه من صورة الجزائر، لأنه الجزائر الجديدة لابد أن تكون يبنيها الجال ونساء أكفاء. واضح. والمرأة هناك نساء أكفاء جدا، وعلينا أن يكون مسؤولية بناء الجزائر الجديدة. أشكرك جزيل الشكر أستاذة زهية بن عروس قيادية بجبهة الحكم الراشد. شكرا لإلياس عاشور القيادي بتجمع الوطني، وأشكر سي عبد الوهاب قلعي القيادي في حركة البناء الوطني. شكرا لك حمزة كحال صحفي قناة النهار. نصل بكم مشاهدينا إلى ختام برنامج شارع السياسة، نلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله. إلى اللقاء.